حول هذا الموضوع عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور علي الصلابي. دكتور علي الصلابي، نرحب بك في أضواء على الأحداث، وأسألك عن فرص توقيع اتفاق 16 من ديسمبر بين الأطراف الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة. من وجهة نظرك، ما هي عوامل القوة والضعف في هذا الاتفاق مما يؤثر على توقيعه من عدمه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجهة نظري أن احنا الليبيين محتاجون في أشد الاحتياج إلى بنفعل حكومة وحدة وطنية تكون من مهامها الإشراف على المصالحة الوطنية وعلى الأمن وعلى بناء مؤسسات الدولة الأمنية والجيش والشرطة، وأيضا وضع زمن معين لموضوع الانتخابات القادمة، لأن مع الوقت ومع الزمن البرلمان والمؤتمر يعني تآكلت هذه الأجسام لأسباب عديدة يعرفها الكثير من المتابعون. وبالتالي أنا وجهة نظري الحكومة الوفاق الوطني لابد أن تكون القوة المؤثرة على الأرض التي تؤمن بالتداول السلمي وبالدولة المدنية وبالشورى وتؤمن بالدولة الحديثة. هذه القوة تشارك، يعني لأن البرلمان في فترة سابقة كان يحظى يعني بدعم شعبي لا بأس به بحكم أنه كان منتخب، ثم بعد ذلك حدث المحكمة العليا لما حكمت بحل البرلمان فأثخنت فيه وتصدع البرلمان بعد ذلك، لكن الدعم الدولي لبقائه هو الذي كان أبقاه على الوضع الذي هو فيه على الوضع حتى الآن. ثم بعد ذلك مجيء 20 أكتوبر اللي 2010 اللي هو انتهاء المدة، وبالتالي في الإعلان الدستوري لابد من استفتاء شعبي للتمديد، وهذا لم يحدث، وبالتالي ازداد التصدع بعد ذلك، وعمليا لم يستطيع أن يقنع بالتفاف الشعب الليبي كله حوله. والمؤتمر جاء عن طريق الحكم بالمحكمة العليا، ولكن أيضا المؤتمر لم يستطيع إقناع كل الشعب الليبي بالالتفاف حوله، وبالتالي أصبحت سلطتين تشريعيتين وحكومتين، وبالتالي الليبيون جميعا يبحثوا عن سلطة واحدة وحكومة نعم واحدة. وهذه الحكومة والسلطة الواحدة، هل ترى الفرصة أكبر بتشكيلها من الحوار الليبي الذي عقد في تونس، لا، أم من الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويشرف عليه الآن مارتن كوبلر؟ على وجهة نظري كان في فترة سابقة قدمت مقترح وهو الذهاب إلى صندوق الاقتراع، لكن الطرفين لم يستجيب لهذه الرؤية، وبما في ذلك السيد ليون المبعوث الأممي في تلك المرحلة. أنا في وجهة نظري أن حكومة الوفاق الوطني تحتاج لدعم شعبي، وبالتالي الالتفاف إلى القوى المؤثرة على الأرض سواء من زعماء قبليين أو سواء من مؤسسات المجتمع المدني من بعض الشخصيات العامة، وسواء أيضا من قوة الكرامة أو من قوة فجر ليبيا أو من قوة الثواب عموما، هذه من أشياء المهمة جدا في دعم الحكومة الوفاق الوطني. أنا في وجهة نظري الأغلبية يريدون حكومة وفاق وطني، يريدون أمن واستقرار، لكن الخلاف في الآلية. هل الآلية التي تمت بالأمس مثلا هل هي الصحيحة، أو أن الآلية التي الآن يقود فيها السيد نوي بوسهمين والسيد عقيلة صالح هل هي الصحيحة؟ هذا وجهة نظري الشعب الليبي هو الذي والشعب الليبي كيف سيقرر الآن؟ هناك أزمة مستفحلة وهناك احتراب وقتال وهناك فرصة أن من حيث المبدأ، اسمح لي دكتور الصلابي، أن يتمكن الليبيون من حل أزماتهم بنفسهم من خلال ما عرف بالحوار الليبي في تونس، أو أن يدعوا كوبلر يكمل المهمة؟ لا، هو في وجهة نظري بالنسبة للأمم المتحدة ورعاية الحوار الليبي هذا طبيعي جدا، يعني للوصول للاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، لكن أهم شيء هو توسيع الدائرة، وأهم شيء احترام الدوائر المؤثرة في المجتمع الليبي لحكومة الوفاق الوطني القادمة، والأولوية في وجهة نظري للمصالحة الوطنية الشاملة العادلة، كذلك الأولوية للأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، وهذا لن يكون هذا إلا من خلال وفاق الأغلبية من أبناء الشعب الليبي يكون لهم رأي في هذه الحكومة القادمة.
وبالتالي هو الخلاف ليس في الخلاف على الآلية في كيفية مجيء الحكومة المقترحة، هكذا كان الخلاف. طيب الآن هل هناك وقت لتجاوز هذا الخلاف؟ نحن على بعد أيام فقط من 16 من هذا الشهر الذي من المفترض أن يتم التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، ثم يليه تصويت قوي في الأمم المتحدة يؤيد ذلك الاتفاق. هو الشعب الليبي في نهاية الأمر هو الذي سيحصي على رأيه من خلال المؤسسات والفعاليات ومن خلال المظاهرات إلى أين هو ذاهب. لكن الجميع في ليبيا هو مع حكومة الوفاق الوطني، الجميع في ليبيا مع الخروج من هذه الأزمة وتوحيد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ونحن لسنا في غابة، وبالتالي الليبيون لا يستغنون عن جهود الأمم المتحدة في ذلك، لكن من خلال ممثليهم التمثيل الحقيقي في الدوائر السياسية. شكرا جزيلا لك، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور علي الصلابي.